يا اخي مثل اخلاق العراقيين ابد ما شايف، اروح لكم فدوه. فهون اقوى فزعه من حمزاوي للعراقيين، شفت هذا الشخص واخلاقه صدمتني. سوري حبيبي على راسي على راسي. اطلع معنا خذه والله يا اخي خلينا نتواجه من جديد. تعال نتواجه من جديد. ابشر بالفزعه، والله ما طلبت شيء، احنا سراقيين بظهركم. فهون اخذته على سكول عند صاحبه وخليته يريفو، ورجعنا تفايتنا واعطيناهم فرصه لخ. والله من اطيب الناس اللي شفتهم في ببجي موبايل. خلينا نتواجه من جديد. طبعا تحياتي للشعب العراقي، والله انكم كلكم طيبين وتدخلوا القلب بسرعه. طبعا هو بعد ما ريفوا صاحبه على طلبه قال انه نرجع نتفايت، والله انا ما كنت بدي اشيلهم بس هو على طلبه، فهون نوقته وشلت صاحبه. طبعا تحياتي للشباب وتحياتي للشعب العراقي، وسلام.